او طرق قياس البريشر، وخدنا من ضمنها اللي هي البارومترز والبوردو جيج والترانسديوسرز، صح كده؟ طيب النهارده بقى ان شاء الله هنتكلم عن الفلو على طول كده، هنطلع من الستاتكس ومحتفين في الفلو. في الفلو دوت فلو البايبس تحديدا اللي هو الحاجه البراكتيكال اللي تهمك، هنتكلم عن البيسكس او فلو، الفلو اللي هي الاساسيات المبادئ الاساسيه، هنتكلم عن الجوفرمنت ايكويشنز المعادلات الحاكمه، عن الفلو ميجرمنت طرق قياس الفلو اللي حضرتك هتبقى معدي جنبها في المصنع كده بس تبقى فاهم قيس الفلو ازاي عشان تعرف توصل لها السنسور، ونتكلم بقى بعد كده عن الطبق الرئيسي بتاعنا اللي هو الفلو البايبس. تمام يا ابني؟ ماشي. يلا نروح لبعض المبادئ والمفاهيم الاساسيه. اول حاجه في عندنا تو كاركترستكس للفلويد فلو عايزين نتكلم عنها. اول حاجه اللي هو الفلو ميكسنج، وثاني حاجه الكومبريسيبيلتي. نبدا بالفلو ميكسنج. يا ترى الفلو لو ماشي في انبوبه هل بيحصل ميكسنج ما بين البارتس بتاعته وبعضها ولا ما بيحصلش ميكسنج؟ حد يقدر يقول؟ بيحصل ميكسنج. ها؟ دليلك ايه ان هو بيحصل ميكسنج ما بين الجزيئات وبعضها؟ واحد بس يتكلم يرفع ايده عشان اركز معاه. ها؟ ايه دليلك ان بيحصل ميكسنج؟ فور لون واحد، الميه لون واحد ولا ايه بالظبط؟ لون واحد قصدك؟ ما انا عايز لا قصدي الماء اللي بيتحرك يبقى نفس اللون. اه بيتحرك بنفس اللون يا ابني علشان هو ميه، هي كلها نفس الميه يعني، دي مش هي بالعبره. قصدك ايه؟ قصدك طبعا ايه لون اصلا؟ لو حطيت لون في الميه بيبقى الميه بنفس اللون، يحصل ميكسنج باللون دوت. اه ماشي. طب لو الموضوع ده حقيقي ليه حضرتك اضطر تقلب الشاي؟ عشان الشاي هو كده يحصل ميكسنج عشان يسرع العمليه. عشان يسرع العمليه. حلو حلو، ناخد حاجه حلوه. قصدك كده؟ ده ليه؟ هو لما بيتحرك ماشي ماشي، كلام حلو قوي. انا مبسوط من يعني هذه الجمعه واولياء القرار. التجربه يعني من قديم ازل كان بيشغل الناس موضوع الميكسنج اللي بيحصل في الفلو. من اشهر التجارب اللي اتعملت هتطلع بقى النتائج اللي هنعتمد عليها لحد النهارده هي تجربه رينولدز اكسبيرمنت. تجربه رينولدز، رينولدز عمل تجربه كان فيها خزان في ليكويد ووصلوا ماسوره عليها محبس او فالف عشان يتحكم في الفلو، يفتح ويقفل يزود السرعه ويقللها خلاص كده، وحقن باي او صبغه جوه الفلو وشاف زي ما قلتوا كده هل الصبغه دي هتنتشر ولا مش هتنتشر. تمام؟ تعال نشوف كده تجربه ريموس نتج عنها ايه. حصل ميكسنج؟ لا لا حصلش ميكسنج، مش كله نفس اللون. اهو اي صبغه ماشيه تلاقيها كده واحده
طيب حتى ولا حد بيقدر يجي. فتح المحبس شوية. حصل حاجة غريبة. بقى يحصل برص أو انفجار وبعدين يفلو للمحبس. انفجار وبعدين يفلو للمحبس. فتح المحبس على الآخر. حصل ميكسي؟ حصل. انتشر من الطيور كلها. احنا نقدر نقول ان فيه اكتر من اختبال الصيام. يا اما يبقى ماشي لامنه بطبقات مستقله عن بعضها، يبقى ماشي تيربلنت بيحصل ميكسنج جامد جواه، وفي في النص حاله ترانزيشن. صح كده؟ تجربه بريبوس ومدينا ان الصيام ممكن يبقى من الاحتمالات الثلاثه دي، يا اما يبقى لامنه طبقات مستقله عن بعضها، يا اما يحصل ميكسنج مدوبات جواه. ده اللي حضرتك بتشوفه في الخامس سيجاره، يبقى طالع كده يعني مستقيم بعد المرحله العينيه. يبدا يعمل لما سرعه تزيد، يبدا يعمل تيربلنس عالي، فيبدا يعمل ميكس جامد قوي. خلاص؟ ريموس بقى يعني لان معلقكم الحكايه دي كانت معروفه من قبل ريموس باكثر من 100 سنه. الاضافه اللي اضافها ريموس هو ان هو قال لنا امتى يبقى الفلو لامينر وامتى يبقى تيربلنت. ريموس قال لنا ان تحول الفلو من لامينر لتيربلنت ده معتمد على النسبه ما بين الانيرشيا فورس يعني كميه الحركه يعني اللي هي السرعه يعني والكثافه اللي هي الحاجات اللي كميه الحركه بتاعت المائع، وما بين الفيسكاس فورس اللي بتحاول تكتف المائع، قوه اللزوجه اللي بتحاول تكتف المائع. لو الريشن دي كبيره هيبقى الفلو ايه؟ العربية ماشية بسرعة احتمال الحوادث أكبر ولا أقل؟ لما السيطرة عليها أضعف صح؟ الانيرشيا فورس تبقى أعلى يبقى الفلو إيه؟ تيرمنال. ولما الفيسكس فورس تبقى أكبر يبقى الفلو لامينر. خلاص كده؟ هو ريموس قال لنا لو الرقم ده اللي هو طبعا ريموس نمبر اللي هو الانيرشيا فورس على الفيسكس فورس، حيث لو أنت يعني وصلته وفكيته هيبقى عبارة عن برودكت رو ديرس بتاعت الفلويد في الجروستي بتاعته مضروب في الديامتر على الفيسكوستي. لو الضربية دي طبعا كل ما بتزيد الترمات دي الرو تبقى تقيلة، يبقى المائع قوي وسريع ومحدش يقدر يتحكم فيه. السرعة برضه نفس الشيء، الديامتر كل ما تفتح الماسورة تتيح مجال للمائع ان هو يمشي براحته. الفيسكوستي لما بتزيد بتكتم المائع. فكل ما بيزيد الترم ده كل ما هيبقى لامينر، كل ما هيبقى اسف ترم، كل ما يقل هيبقى لامينر. لو الترم ده اقل من 2000 يبقى الفلو ده ايه؟ لامينر. تمام كده؟ لو اكبر من ال 4000 ترم. ما بين ال 2000 وال 4000 بيسميه ترانزيشنال او انتقالي، بمعنى ان الفلو بيكون لامينر لحد ما يجي مؤثرات اللي حوالين الماسوره زي الصوت العالي، زي الرجه في الطلبات والمكنه، فدي تحوله لتيربلنت. بعد كده هو ممكن يرجع تاني لامينر او يعني يستمر التيربلنت على طول. فدي هتعتمد على ظروف المكنه. الاصل ان ايه عندك لامينر وتيربلنت، ده اللي تحت 2000 وده اكيد تحت فوق ال 4000. بالنسبه للتيربلنت فلو يا شباب، فهو يعني بيديك مجموعه من المزايا. الميزه الاساسيه اللي بيديها لك التيرمنت فلو او التيرمنت اللي في الفلو ايه هي؟ ايه؟ السرعه دي انت اللي بتحددها. شو تفتح المحبس او تقفله. التيرمنت بيعمل ايه؟ بيعمل ميكسنج للبارتكلز اللي جوه الفلو، بيعمل ميكسنج للهيت. لو انت عايز تعمل هيت فاسفيت انت عايز ميكسنج يعني تيرمنس اعلى. فلو حضرتك ركزت كده في اي راديتير بتاع عربيه لاحظ انه متركب عليه ايه؟ زعانف وفي اجزاء معرجه. كل ده بيعمل ايه؟ بيعمل تيرمنس في الفلو عشان يحسن الهيت فاسفيت من الراديتير العربيه للمحيط الخارجي وهكذا. كلها افكار بتحاول حضرتك لما بتقلب الشاي بتعمل تيرمنس. تمام؟ الى اخره. كلها افكار يعني تخلق تيرمنس بحيث يحسن انتشار الماده، انتشار الشاي دوت او انتشار السكر او غيره او انتشار الحراره. ده كده اللي هي الميزه بتاعت التيرمنس. ما
الجاهليه اللي لسه لحد النهارده ملهاش حل ملهاش حل خالص، ومفيش معادله حقيقيه توصف التيرمنز لان حركته شبه عشوائيه، وزي ما انت شايف دوامات كتير والسرعه عند كل نقطه توركات من الدور محدش يقدر يتوقعها عند كل لحظه ثانيه. خلاص يا شباب؟ فده كده اللي هو التيرمنز. طيب نيجي بقى للسؤال اللي يهمنا، الفلو اللي في وصيل الميه اللي داخله على البيت لبنه ولا تيرمنز؟ على حسب رقم إيه طبعا تبقى ده حاجه متقدمه قوي اكيد مش عندنا. لما نقول تبقى لما واحده لما واحده لما اصبرها بس لما نقول تبقى تبقى. طب بدل ما احنا عمالين بنفتي كده، ما احنا عرفنا دلوقتي الطريقه اللي نميز على اساسها الليمر في الوقت رايح على لما نقول تبقى. الطريقه دي اللي هي ايه؟ ايه؟ الار اي رينوس نمبر صح كده؟ بقى نروح ليه تحاسبين رينوس نمبر؟ رينوس نمبر جوه مواصيل الجيوب بكام؟ دومستيك بايبنج سيستم. تعالى احسب كده رينوس نمبر بيساوي رو في دي على ميو، رو مفهومه والفي مفهومه دي على ميو. نبدا نعوض واحده واحده. اول حاجه جوه رو بتاعت الميه بكام؟ جدع كثافه الميه 1000 كيلو جرام على متر مكعب. طب سرعه الميه في الانبوبه؟ سرعة المية في كل أنابيب الليكويد على اختلاف أشكالها وأنواعها تتراوح من الواحد يا الله يا اللي ماسكة الموبايل مش عارفة تقفليه لثلاثة متر في الثانية. أي مصوبة ليكويد هتبقى من واحد لثلاثة متر في الثانية. ده كود، حاجة زي الكود كده. زي ما حضرتك لما بيجي أقول لك أنا عندي مش عارف شقة 40 أمبير، أدخلها سلك كام؟ تروح جاي عندك جدول ولا عندك كريتيريا معينه على طول هو ده 6 مللي مش عارف 4 مللي زي ما ايه الجدول ده بيقول. هو نفس الشيء في الفلو، مواسير الميه بتتصمم بحيث ان قطرها يدي الفلو بسرعه من 1 ل 3 متر في الثانيه. خلاص؟ فاحنا ناخد حاجه وسط من الواحد لثلاثه ناخد اثنين. ماشي؟ نفترض هو المنظر ده. قطر الماسوره اللي بيعمل الحكايه دي قطر وصيل بوت قد ايه؟ وصيل ميه نص بوصه او ثلاث ارباع. لو انت يعني في الوضع العادي نص بوصه، لو انت مقتدر شويه هتجيبه ثلاث ارباع. القصد ان هو نص بوصه ولا حاجه، نص في ايه؟ على مسافه 2.5 عشان تحولها لمتر. صح كده؟ ماشي. على الميو بتاعت الميه بكام؟ خدناها واحد من الالف، واحد من الالف. طبعا الالف اللي فوق مع الواحد من الالف اللي تحت يعملوا ايه؟ مليون. بيروحوش مع بعض، بيروحوا مع بعض ازاي؟ كانها سكوير صح؟ كانها مليون. هيقول لي بقى المليون يتضرب في 2 يبقى 2 مليون، قول لي بقى اضربه في كام عشان ينزل تحت ال 2000؟ لازم الرقم ده في الاخر هيطلع لك قيمة كبيرة جدا أكبر من ال 2000. يعني الفلو ده إيه؟ وفي معظم التطبيقات العملية برضاك أو بغير رضاك الفلو هيكون خلاص شباب؟ ده انت بتتكلم على زي ما انت شايف كده الفلو بسهوله جدا بيقلب تيرمنز، يعني على الدرينوس نمبر 2000 4000 هيقلب تيرمنز، فانت في كل التطبيقات الفلو بيعدي الرقم ده بمراحل. فمعظم التطبيقات العمليه الفلو فيها هيكون تيرمنز فلو، وبيعمل عمليه الميكسنج وبيعمل الحاجات دي يعني بيتحل حسب حساباته بطريقه التيرمنز. خلاص شباب؟ ولا روح اغسل وشك وتعالى، ما تبصليش بص للزومبي دي. الكومبسيبيليتي، الكومبسيبيليتي تاني خاصيه بنتكلم عليها. الفصام الام ببساطه شديده احنا قلنا ان الفلو ممكن يبقى نعتبره انكمبريسبل، ده لو كانت الديس بتاعته ما تغيرش، او نعتبره كومبريسبل لو الديس بتاعته اتغير. وقلنا اشهر مثالين على كده الكومبريسبل فلو اللي هو ايه؟ الجاز صح كده؟ واشهر انكمبريسبل السوائل الليكويد. مظبوط؟ فدي كده ايه ببساطه فكره الكومبريسبل. سيبنا بقى من النظريات والفلسفيات ونخش على طول على المعادلات. الجفرمنت ايكويشنز المعادلات الحاكمه للفلو فلو، ايه هي المعادلات اللي بتحكم الفلو فلو؟ ما تخطاش اي مرحله من مراحل التعليم. معادله السريان ده غيره او الاستمرار. هي اسمها معادله السريان او الاستمرار. ده غيره معادله مشهوره قوي معادله برنولي او معادله برنولي. الاثنين دول في الاخر بيرجعوا لمبدئين اساسيين في الطبيعه اللي هم مبدا بقاء المبدا
مبدا بقاء الطاقه، صح كده؟ تمام. مبدا بقاء المبدا لو طبقته على الفلو فلو هيعمل ايه؟ دخلنا حضرتك عندك ماسوره الفلو مش بيعدي من جنبك، داخل في لها فلو ماس فلو ريت ام دوت ام، طالع منها ماس فلو ريت ام دوت اوت. ماس ريت يعني ايه؟ وحدته ايه؟ الثانية، صح؟ كيلو جرام في الثانية بقى، والرمز بتاعه مش ماس بقى ام، لا دوت، خلاص؟ فام دوت ام ام دوت اوت ماس ريت ام ماس ريت اوت كيلو جرام في الثانية. تتخيل ايه الاخر من ام دوت ام والام دوت اوت؟ بيساووا بعض. مبدأ بقاء المادة، صح كده؟ هما في الحقيقة هيساووا بعض، زائد إذا استبعدنا كمية السائل اللي بتتخزن في الخزان ده. مين قال لك إن الماسورة دي فاضية؟ مليانة على خير قصدي، مش ممكن أول ما نبدأ نشغل تبقى فاضية؟ فاللي هيحصل إن حضرتك هتدخل 10 كيلو هنا، فسبعة هيتخزنوا وثلاثة هيطلعوا بره. يبقى اللي داخل مش قد اللي خارج، في سبعة خارج دول بيتخزنوا. خلاص؟ هنفترض إن إحنا وصلنا للستيدي ستيت، يعني إيه ستيدي ستيت؟ يعني خلاص ما عادش في حاجة تتغير مع الزمن. كل السيستم ده خلاص ثبت. فساعتها بقى زي الدومينو، اللي داخل على قد اللي رايح. M دوت M يساوي M دوت أوت. الماس ريت يساوي كام؟ حد يعرف؟ ماس ريت يساوي كام؟ يساوي رو في الاريا في الفلوسيتي، رو في الاريا في الفلوسيتي، دنسيتي في الكروس سيكشن في الفلوسيتي. لو حطيت الدايمنشنز هيظبطوا لك ماس ريت. خلاص اصل هو هقول لك على الاريا في الفلوسيتي، مش ده عباره عن فوليوم فلو ريت ولا انا غلطان؟ اريا في الفلوسيتي، الفلوسيتي احنا مش على المسافه على الزمن، فمسافه اريا يديلك فوليوم على زمن. ففوليوم كلوريت لو ضربت الفوليوم كلوريت في الدنسيتي يديلك ايه؟ الماس كلوريت. خلاص كده يا شباب؟ فدي كده اللي هي قصه الكيرف دوت كان ايه؟ طبعا كل حاجه ليها كود، اكيد مش قصتنا تخش في التفاصيل المعقده. المهم يا صديقي ان دي هتبقى الرو اي بي يساوي الرو اي بي. لو احنا افترضنا ان احنا بنتكلم على انكوبريسبل فلو، الدنيا هتبقى اسهل شويه. هيبقى عندك ايه؟ الاريا في الفلوستي عند الانلت زي الاوتلت بتساوي قيمه ثابته اسمها كيو. كيو مين كيو ده؟ الفوليوم كلوريت. خلاص كده؟ وبنسمي الصوره دي من الكونسيرفيشن اوف ماس بنسميها الكونتينيوتي ايكويشن او معدل الاستمرار او معدل الاتصال. تمام كده؟ دي هي ببساطه الـ AB بيساوي AB، دي اللي انت خدتها في مكان ما، دي يعني هي دي اللي هي بنسميها كونتينيوتي ايكويشن او معدل الاستمرار او معدل السريان. حد عنده اقتراح على حاجه؟ حد مش عايز حد يسال ايه يسموه معدل الاستمرار؟ خلاص مفيش عزيمه تسال. لسه في الاسبوع التالي يا صاحبي. طبعا خلاصه المعادله دي ان الزياده مساحه المقطع مكان ما هتسبب ان السرعه، والنقص في مساحه المقطع في مكان ما هتسبب ان السرعه تزيد، بحيث يبقى البرودكت اي بي يساوي ايه؟ بيسموها ليه الاستمرار او الاتصال؟ لان المعادله دي هي تحققها هو شرط ان القطر بتاع الفلويد ده يفضل كونتينيوس متصل. القطر ده لو حصل ان السرعه فيه زادت عن السرعه في مكان تاني، لو في قطر ماشي وفي سرعه في اوله غير السرعه في اخره، هيحصلوا ايه؟ هيفك من بعض او هيتطبق في بعض. فعشان يفضل كونتينيوس كده لازم السرعه، مش لازم تبقى ثابته، لازم تقدر تراعي القانون ده. فده اللي بيضمن ان الكميه اللي دخلت قد الكميه اللي خرجت، القطر ده ما بيتطبقش ولا بيتفكك من بعض. تمام كده؟ يلا بينا نروح على اسئله الشطار. اسئله الشطار بقى بتقول ايه؟ اول سؤال للشطار بيقول لك حضرتك عرفت ان كيو بيساوي ايه؟ بي يساوي ايه؟ بي يساوي كونستنت.
ازاي بقى تربط ما بين علم ان في فريكشن في الماسوره وما بين القانون ده؟ الفريكشن هيعمل السرعه. ما شاء الله عليك ده المصاح. يعني انت حضرتك ماشي بسرعتك ب 60 كم في الساعه فكده ده معناها ان انت سرعتك ثابته فده معناها ان مفيش فريكشن. لا هو لازم علشان دي فيكشن السرعه تقل. لا لازم لا في محرك العربيه دي دفعها بيعوض الفريكشن صح. بدل في حد بيدفع الثمن مفيش لازم السرعه تقل. نفس الشيء بيحصل هنا. خلي بالك القوانين دي صحيحه. ها مش عايزك ايه تيجي عليك وقت وايه تفتكر مثلا ان في حاجه مخفيه كده ولا معلومه مش ظاهره وتقدر تكسر المعادله. القوانين دي صحيحه والتجربه وكل حاجه وبها يعني اي ظاهره في دماغك ليها تفسير في القوانين دي. فلو حصل سعادتك ان في ماسوره قدرها ثابت وبيحصل جواها فريكشن فالقانون بيقول لك ان الاريا الاريا ثابته يبقى ساعتها لازم تكون السرعه ثابته. امال الفريكشن هيجي على حساب مين؟ مين هيدفع ثمن؟ الضغط. الضغط الماسوره دي الضغط اولها غير اخرها. طول ما انت ماشي الفريكشن ده بيقلل الضغط. لما بتطلع من محطه الميه بتطلع الميه الضغط من 4 بار ل 10 بار بتطلع بارقام كبيره. اول ما بيوصل البيت بيوصل 1 بار. الفرق ده كله راح فين؟ فريكشن. فدي كده ايه ما تنساهاش. قطر ثابت سرعه ثابته كنت نيوتن يكون كده. ما تبقاش بقى تتفلسف وتجيب معادلات غريبه. دي ابسط معادله قدامك هي اريا بي اريا بي اريا ثابته بنص ثابته ما فيش تداول. خلاص؟ طيب سؤال تاني. جبنا رشاش ميه واطلقناه الى الفضاء. المفروض ان عند مرحله معينه رشاش الميه ده هيوقف. تمام كده؟ هيوقف يعني السرعه طب ازاي السرعه بتتغير مع ان المفروض ان السرعه ما تتغيرش؟ حاجه الجاذبيه. بص هو برضه بيجيب عوامل غريبه ويدخلها في المعادله. المعادله ما فيهاش حاجه الجاذبيه. امال ايه؟ ايوه جدع احنا متفقين المعادله دي صح. في عجله جاذبيه في للي المعادله دي صح. المعادله دي بتقول لك ان حضرتك طول ما انت احنا عارفين ان حضرتك طول ما انت بتطلع لفوق سرعتك بتقل. بسبب عجله الجاذبيه زي ما قلت او قوه الجاذبيه والظاهره اللي شفتها بعينك. تمام كده؟ ده بيجي مش ان المعادله غلط. ده بيجي لان المساحه طول ما انت طالع بتزيد. طول ما انت طالع لفوق الجد ده عمال بيفرش. مش الماكوره دي بتفرش كل ما هي بتطلع فوق. يعني المساحه بتزيد. المساحه بتزيد بحيث ان البرودكت ده يفضل ثابت. خلاص كده يا شباب؟ فدي كده اللي هي القصه كده. نروح بقى للمعادله الثانيه في الطبيعه اللي هي الكونسرفيشن اوف انرجي. متاكد ان انا لو كنت سبتكم كنت حضرتكم فكرتوا الكونسرفيشن انرجي في تطبيقات حقيقيه في الحياه. عشان احنا اكثر يعني نطبقها بشكل يعني مباشر او ناخدها مباشره ونطلع منها معادلات. سواء انتوا عارفين او متوسطين يعني. المهم الكونسرفيشن اوف انرجي قانون بقاء الطاقه. قانون بقاء الطاقه بيقول لحضرتك لو جينا طبقناه على الفلويد هناخد حاله خاصه قوي من الفلويد. حاله الفلو فيها ايديال. يعني ايه ايديال؟ مفيش فريكشن. ها؟ ستيدي مفيش تغير مع الزمن. ها؟ انكمبريسبل؟ لا مفيش. مفيش هنفترض ان ديزني ثابت. 1 دي 1 دايمنشنال. هنفترض ان الفلو ماشي في اتجاه واحد وان مفيش تغير في السرعه غير في الاتجاه ده او مفيش سريالات في اتجاهات اخرى. يعني انا مساله بسيطه جدا كده ماسوره. الونج ذا ستريت لاين يعني الفلو ماشي على مدار الماسوره مفيش اي عوامل اخرى. هناخد الحاله البسيطه جدا دي ونطبق عليها الكونسرفيشن اوف ماس. الكونسرفيشن اوف ماس. ولو قلت لك ان انا عندي اهو بايب داخل فيها الفلو عند واحد طالع عند طبقت عليها مبدا بقاء الطاقه. المفروض ان مبدا بقاء الطاقه بيقول لك ايه؟
فيها فراونة. أيوة يعني الفقرة اللي دخلت فيها عند الواحد هي اللي هطلع بيها عند الاثنين. صح كده؟ مش هو ده التطبيق؟ حلوة. السؤال الذي يطرح نفسه، الطاقة بتاعة البائع عبارة عن يا حبيبي نص ال بي سكوير، نص ال بي سكوير ايه؟ فريد انرجي. صح ايه؟ ام جي اتش. ام جي اتش، ام جي اتش، ام جي اتش اللي هي بوتنشال طريقة الماء. صح؟ ها؟ بس كده؟ دي طاقة أي جسم بيتحرك، هي الطاقة الأساسية بتاعت الميكانيكا. لو إحنا عندنا فلويد في طاقة إضافية هتضاف لهم اللي هي إيه؟ لا دي حاجة زيادة كمان غيرها. يعني تكون إن شاء الله مع جزء الحرارة بعد كده. لكن قبل الحرارة في إيه؟ هقول لك على حاجة، هقول لك على حاجة. ناخد مثال القمر. القطر دوت المفروض ان هو طالع وضع حرارة، صح؟ لكن القطر ده لما بيبقى طالع من الطعايه مش بيحمل وزنه على باقي العربيات. لما بيحمل وزنه على باقي العربيات بيعمل ايه؟ الحديد مش بيحاول شويه يضغط الحديد؟ لما بيجي ينزل الناحيه الثانيه الكلام ده بيتفرد، صح؟ فكأن شكل من اشكال الطاقه هو كان مخزنه وبعد كده رجعه تاني. الشكل ده اسمه ايه؟ ستريس. ستريس او احنا نسميه بريشر انرجي. ايه اللي مزعلك طيب؟ قول ايه اللي مزعلك؟ هي قالت البريشر كسبت تقول لها. طيب خلاص كويس، بس عندي صوتك بس يعني انا ما بسمعش والله غالبا، يعني لو حد كلمني غالبا مش هسمع كويس. اول جماعه البريشر رقم ثلاثه عامل صوتكم كده خلاص. الله ينور كده. هو ثالث حاجه فعلا هي البريشر، او اللي انتم بتقولوا اللي هي شكل من اشكال الستريس. يبقى احنا في الفلويد زي الصوره كده عندنا البوتنشال انرجي بتعبر عنها بالارتفاع زد، صح كده؟ والكاينتيك انرجي بتعبر عنها بي سكوير على 2 جي، تمام كده؟ والمفروض ان السمريشن بتاع الانرجيز ده يساوي ثابت. هيتضاف عندنا شكل جديد من الانرجي بالفلو اللي هو الحاجه، الحاجات اللي ممكن عمل لها كومبريشن، يعني الحاجات دي بيضاف عليها شكل جديد من الانرجي اللي هو البريشر انرجي، تمام كده؟ فهي دي الشكل الثاني من الانرجي، وهم دول الثري انرجيز بتاع الفلو. المفروض السبشن بتاعهم يكون ثابت ثابت، يزيدوا في حته ايه اسف، يعني واحده تزيد في حته تقل الثانيين، واحده تقل في حته يزيدوا التانيين، وهكذا بحيث يبقى السميشن بتاعهم ايه؟ ثابت. المفروض الكلام ده هيكون صحيح في حاله لو الفلو ايديال فلو مفيش فريكشن. لو في فريكشن المعادله هيحصل فيها ايه؟ لو في ريال فلو بدل الايديال بقى في ريال فلو هيحصل ايه؟ في طاقه، صح كده؟ انرجي نص. فالمفروض الانرجي دخلت بيها عند واحد مش هتساوي اللي هتطلع بيها عند اثنين. اه صح كده؟ هتبقى اكبر منك، والفرق هيروح فين؟ انرجي لوس من واحد لاثنين فريكشن، مظبوط؟ يبقى المعادله في النهايه تبقى بالمنظر ده. المعادله دي لو حضرتك يعني بصيت كده اول ترم فيها اللي هو مين؟ يعني اللي هو ده اللي هو مين؟ ايه؟ سوست مين؟ الجبهه دي اللي كانت مين؟ سبيسيفيك ويت، صح؟ سبيسيفيك ويت. في على سبيسيفيك ويت كام؟ اللي هي عباره عن ايه؟ اللي هي اسمها ايه يعني؟ هيد، بريشر هيد، صح؟ فده هو البريشر هيد، لان ده هو ده البريشر هيد بالظبط كده، وده اهم ترم في المعادله. فالمعادله كلها هتبقى باسم الترم ده، هنسميها عيله الحاج هيد. عيله ايه؟ الحاج هيد. كبير العيله اسمه البريشر هيد، اللي وراه اسمه بنشال هيد، اللي وراه اسمه دايناميك هيد، الفائد اللي في العيله الهيد لوس، تمام كده؟ اتش ال اتش دي معناها هيد لوس او الفاقد في الهيد او الفاقد في البريشر هيد، خلاص شباب؟ طبعا حضرتك زي ما انت ملاحظ كده في حاجه مضايقاك في المعادله، هي اليونتس بتاعتها المفروض دي انرجي، ومع ذلك الوحده بتاعتها وحده هيد، يعني ايه؟ متر. طب ازاي جت؟ ببساطه شديده دي فعلا كانت معادله انرجي، لكن قسمنا المعادله كلها بير يونت ويت اوف ليكويد،
ويت يعني نيوتن. الرسم في الجول على النيوتن يدي لك فالمعادلة بتاعتنا شغالة في الوحدة اللي بنحبها اللي هي المتر طبعا المنظر. ويدي الأخيرة دي هي دي المعادلة الحلوة اللي بتشتغل. أسئلة بقى للشطار. أسئلة للشطار. أول سؤال كنا قلناها قبل كده، ماسورة وبيحصل فيها فريكشن هتأثر على الوسط إزاي؟ قلنا لك تفكر بتفكير مرتب كده. أول حاجة تسأل نفسك الكونتينيوتي بتقول إيه؟ الكونتينيوتي بتقول لحضرتك إن إيه في إيه في إيه في كونستنت. فطالما الأريا كونستنت يبقى في كونستنت. تمام كده؟ دي أول حاجة السرعة هتبقى ثابتة. طب وبعدين برنولي بتقول إيه؟ برنولي بتقول لك بص كده على الزد بيحصل فيها إيه؟ هل الزد بتتغير؟ لا. الزي واحدة تزيد زي فوق تزيد فيه. دول هيروحوا مع بعض وكمان الجوست هتروح مع بعضها. هيفضل ايه في المعادله؟ البريشر بالظبط كده. الفرق في البريشر هيد هو اللي هيساوي الفريكشن لوس. او الفريكشن لوس هيجي من فرق بتعمله في البريشر. كل ما اللوس تبقى اكبر كل ما البريشر هيد ديفرنس هيبقى. قول ما تخافش. تمام كده؟ كل ما تحط فريكشن في الماسوره اكتر كل ما ضغط السيستم هيقل اكتر. طب عشان تعوض الضغط ده تعمل ايه؟ مين اللي بيديك ضغط؟ الطرمبات البامب صح كده؟ فتروح جاي الطرمبة اكبر او يعني شغاله بسرعه اعلى او اي عشان تعوض الفرق اللي بيحصل في الضغط. خلاص كده؟ ماشي كده. حد عنده اعتراض على الكلام ده؟ ماشي. طبعا الفريكشن هيتعمل ايه؟ طب السؤال بقى للشطار. سؤال كمان. المفروض لما بتقل المساحة بيحصل الضغط. مش بيحصل له حاجة. لا دي صح ولا دي صح. أنا قلت لك ما تحاولش تتجه. عندك المعادلات يمشي بيها واحدة واحدة. يمشي بيها واحدة واحدة. أول حاجة السيستم اللي قدامنا بيحصل إيه الأريا؟ بتقل. يبقى السرعة تزيد. باينة. نوزل السرعة بتزيد. السرعة لما هتزيد تعالوا بقى نرجع بقى لمعادلة برنولي المعادلة الثانية. الزد بتتغير؟ خلاص فكك منها. يبقى هيبقى عندنا معادلة فيها فيلوستي بتزيد وبريشر هيقل. البريشر هيقل. مساحة الضغط على ما بتقل البريشر هيقل. الزيادة بالسرعة هيدفع ثمنها المرة دي او البريشر المرة دي هيدفع ثمن مش الفريكشن هيدفع ثمن زيادة السرعة. واحد هيسأل بقى سؤال مهم. مش احنا عارفين ان مساحة الضغط على ما بتقل البريشر بيزيد البريشر بيساوي فورس على اريا. هو السؤال مين قال لك ان الفورس ثابت؟ ها الفورس بتتغير. الفرصة بتاعت البريشر بتتغير. فنتيجه هتلاقي الفرصة نفسها بتاعت البريشر بتقل لان الانرجي عماله بتزيد فدي بتدفع ثمن دي. فهتلاقي في النهايه ان الفرصه عماله بتتغير. نتيجه ان الفرصه بتتغير البريشر هيقل مش هيزيد. قولوا المدونه دي على ايه؟ تاني ايه بالظبط بقى؟ البريشر يساوي فرصه على اريا؟ اسالك ماشي تاني يا دكتور. اسالك سؤال. خرطوم ميه وحضرتك ماسكه. مسكته. انت مسكته بيحصل ايه في السرعه؟ بتزيد. طب بيحصل ايه في الضغط اللي جوه الخرطوم؟ مش اللي بره. اللي جوه الخرطوم نفسه. بيقل ولا بيزيد؟ بيزيد. اللي قبل الخنقه دي الضغط بيزيد. علشان يرمي على نفس الضغط اللي هو الضغط الجوي. فكأنك خلقت فرق ضغط عشان تخلق فرق سرعة. يعني خرطوم مسكنا خرطوم خلاص ما هو خرطوم انت ماسكه. قبل ما تمسك قبل ما تقفش على الخرطوم كان طالع كله افق كده كان كله نفس السرعة كله رامي في الضغط الجوي. فكان الضغط اللي جوه الماسورة كام؟ ضغط جوي. في فرق في الضغط؟ في فرق في السرعة؟ خلقنا. لما انت خلقت حصل ايه السرعه؟ زاد. الزياده اللي حصلت في السرعه دي لازم حد يدفع ثمنها. مين هيدفع ثمنها؟
الخراف اللي خارج كده كده ضغط جوي مالكش دعوه بيه. امال اللي داخل هتروح جاي قبل كده هتعمل حمل على التربه، فخلي الضغط ده ينط شويه، يبقى كده الضغط بيقل، بدا من قيمه عاليه وقل عشان السرعه بدات من كده واطيه وزادت. تمام. تاني ما تحاولش تعتمد على القانون بريشر يساوي فورس على الاريا لما تيجي تتكلم على فلويد داينامكس، او يعني الفلو بيتحرك، لان الفلو اللي بيتحرك دوت مش بيأثر عليه قوه بس الضغط، ده قوه الضغط بيأثر عليها كمان قوه مش عارف الوزن وقوه اللي هي الانيرشال ماس اكسليشن او السرعه يعني بتاعته، في عوامل كتير. فان انت تقول البريشر يساوي فورس على الاريا، ما حدش قال الفورس ثابته عشان يبقى البريشر بيتناسب عكسي مع الاريا. باختصار مش لازم عشان الاريا قلت يبقى الضغط العكس، لما الفلو بيبقى بيتحرك ماسوره حسب المعادلات اللي احنا شايفينها قدامنا بيحصل مساحه تقل الضغط يقل معاك، المساحه بتقل الضغط بيقل، المساحه بتقل الضغط بيقل. خلاص كده يا شباب؟ قاطعين ولا ما قاطعينش؟ قول يا هو الضغط اللي بيقل ده مش هيعمل الضغط اللي بيقل عايزاه يعمل بص بقى من حاجه، هو الضغط اقل فين؟ الضغط هنا عالي، الضغط فضل يقل لغايه لما يوصل لهنا، الضغط هنا قليل، فهو ده الضغط اللي قليل هنا في الاخر، مش الماسوره كلها الضغط فيها نزل، لا الضغط هنا عالي والضغط في الاخر هيبقى قليل. خلاص كده؟ أو اللي يحصل إن الضغط هنا يفضل قليل والضغط اللي في الأول يعني لما تلاقيها يعني. المهم يبقى في فرق في الضغط، تحس إن هو طول ما هو ماشي ضغطه بيقل عشان السرعة تزيد. ماشي ماشي حالك بقى. ها؟ قول، حد زعلان من حاجة؟ طقر يا كوبرا. طيب. خلاص كده يعني تركة من التركات زي ما قلت لك. انتوا مقتنعين مش مقتنعين؟ مش مهم خالص. لا مش قصدي قصدي في فيديو هيوضح لك. طيب ركز في الفيديو ده، بس عايزك تركز في الفيديو ده. خلاص انت مش مقتنع بان المساحه لما بتقل فالضغط ممكن يقل معاك، صح؟ انت مش مقتنع بالحكايه دي. هنا مجموعة من الاكزامبلز على تطبيقات معتمدة على كده. تعال نتفرج عليك. بص كده على الكونفيرجنج دايفيرجنج نوزل دي. احنا حسب معدل برنولي لما المساحة بتقل الضغط بيقل، خلاص اتفقنا، المساحة تقل الضغط يقل. خلاص كده؟ فالمفروض ان انت لو نفخت هنا الضغط القليل ده يعمل ايه هنا؟ يسحب. ايوه هو يسحب. يبقى الضغط هو انك تشفط فالضغط قليل والضغط الجوي عالي فيروح جاي ايه؟ شفت دي قبل كده؟ شفتها. بشوفها كل يوم. بس شايفها قبل ما تنزل. الاتومايزرز كلها والكوفرات كلها والحاجات دي كلها فكرتها ايه؟ ازاي بيطلع البتاع دي من فوق لتحت؟ بص كده بيحرق الهواء بسرعه عاليه، فالسرعه العاليه قلنا تيجي على حساب الضغط، يروح الضغط الواطي ساحب شويه من السائل معاه. تسمعوا عن بنزل برنر؟ لها بنزل؟ سمعتوا عنه في اي الثانويه العامه في الفيزياء. ذهب بنزل ده في البيت وايه؟ ازاي بيحرق؟ ازاي بيدخل الولعه الكويسه قوي اللي بتطلع دي اللي فيها كومباشن بيتم بشكل جميل قوي بتطلع شكل الازرق الحلو ده. عشان يتم كده لازم يخلط هواء مع بنزين مع الوقود اللي هو الغاز الطبيعي اللي بيتم. لازم يخلطه. طب بيخلطوا مع بعض ازاي؟ ماشي كده نخلص قوي. ادي البنزين برنر، ادي اللي هي الغاز الطبيعي داخل، وادي الماسوره بتاعت البنزين برنر بيبقى فيها خرم مفتوحه على الهواء، بحيث
البنزين الوقود هنا بسرعة عالية، فالسرعة عالية تعمل بالضغط الليبر يروح شافط هواء، يخش الهواء مع البنزين يعمل كومباشن. الهواء الوقود لوحده ما بيتحرقش، لازم معاه هواء يحرقه. اي حريقة عشان تطفيها بتمنع الهواء، مش لازم تمنع الوقود نفسه، تحرم على الهواء. فهو الهواء مهم قوي. طيب نشوف حاجات تانية. بص دي راس ازازه مفتوحه من هنا، مفتوحه ها، وكوره وسشوار. تتوقع السشوار يعمل ايه الكوره؟ يطلعها بره؟ لا، بيسيبها متعلقه. ليه؟ بص كده لما بيعدي الهواء من حوالين الكوره، المنطقه دي والمنطقه دي منطقتين تانيين السرعه فيهم عاليه. السرعه العاليه تعمل ايه في البريشر؟ تعمل فاكيوم بريشر يسحب الكوره بره. مش مصدق طبعا. واحد من التطبيقات كمان الطياره، جناح الطياره. هو ازاي جناح الطياره؟ الطياره بتاعك، بص شكل الجناح عامل ازاي. شكل الجناح بيتعامل بالمنظر ده. من تحت الطياره، سيبك من تحت الجناح، مفيش اي حاجه بتحصل، بيمشي البرودوم. من فوق الجناح بص كده، تحس ان المسار بتاع الفلوج يضيق وبعدين يرجع يوسع تاني. يضيق يبقى الضغط منخفض، يبقى الضغط اللي فوق الجناح اقل من الضغط اللي تحت الجناح. فرق الضغط يعمل ايه؟ يرفع الطياره. تمام؟ بص على دي، تقدر تعملها في البيت. ايه اللي بيحصل؟ كوره بين وبيوقف فيها من الهواء، مش هتقدر تعلقها، هي بتروح يمين ولا شمال. الفكره ببساطه ان لو الكره دي راحت في اتجاه معين، هتلاقي من الناحيه الثانيه في هواء ماشي بسرعه. سرعه يعني ضغط قليل، فيروح الضغط القليل ده عامل سكشن وشدت الكره مرجعها تاني. كل ما تتلوح في حته الهواء من ناحيه ثانيه سرعته عاليه، ضغطه قليل، مش هيسحبها تاني. طب بص دي، قطرين ماشيين قصاد بعض، يحصل ما بينهم ايه؟ ها؟ مش مصدق طبعا. خلاص خلاص خلاص.
الحالتين دول يا اولاد لو وفقت ما بينهم كده هيحصل ايه يا حبيبي؟ يبعدوا عن بعض. يبعدوا عن بعض ولا يقربوا عن بعض؟ صدقت يا مؤمن. طيب يعني معاد بالرولي ليها يعني استفادات كتيرة طبعا في عمرك انت ممكن تجرب بعض الحاجات دي خلاص شباب؟ نعم في الأوردة بتاعت الإنسان الأوردة الواسعة الأوردة الضحية الأوردة الضحية بس بشرط بشرط المشكلة في الأوردة اللي هي مش بصورة واحدة ماشية فروع ياما داخلة بصورة كبيرة فهنا احنا كنا متفقين في الأول ان احنا عندنا خط واحد والماس ان يساوي الماس اوت لكن احنا بقى عندنا كذا فرع داخلين على نفس الوريد الكبير فهنا القانون مش هيتطبق بنفس الطريقة هيبقى هيتعدد فيه شوية تمام طيب نروح بقى لنظام كده أنا انت كنت بتعمل في الحمام مثلا عندك خرطوم وايه قفشت عليه احنا قلنا لما بتقفش على خرطوم بتعلي الضغط بالماسوره فعليت الضغط بالماسوره الضغط هيتحول يعني الضغط زي ما قلنا بيتحول بسرعه والسرعه طالعه جيت كده ايه بقول لك ان ضغط الماسوره اسنان كده 400 كيلو باسكال عايزين نعرف الجيت ده هيطلع مسافه قد ايه هنعمل ايه يا اولاد في المسائل بتاعتنا ان شاء الله عموما هنشتغل بالترتيب ده والتنيوتي وبعدين نرمولي خلاص لكن في المساله دي مساله بس شغله مبكره فهنكتفي بمعادله واحده من الاثنين اللي هي نرمولي هذه طبعا رسمه المساله ارجوك ان انت تحاول ترسم الرسمه لو مش مرسومه تحاول شيء تفتكس كده عموري هتروح جاي ايه رسم الرسمه اقول ماسوره كانت الوها سالب ضغط واحد عنده واحد هيطلع منها على الحافه على اثنين بعد كده هيطلع لفوق لثلاثه دي نقطه النهايه اللي عايزين نجيب ارتفاعها ماشي فين معادله البرولي يا ولاد؟ في واحد على طرف مثلا زائد زائد واحد زائد واحد سكوير على طرف زائد اثنين زائد ثلاثه واحد يسال اشمعنى اخترت واحد وثلاثه؟ دايما انت بتختار نقط يا اما انت عارف عنها معلومات يا اما عايز تجيب عندها معلومات فانت نقطه ثلاثه انت عايز تجيب الارتفاع بتاعها صح؟ نقطه واحد هي اللي معاك الضغط بتاعها تمام؟ انا بختار النقط بالشكل ده يعني مفيش سحر في الموضوع نبدا نعوض نبدا كده يلا بسم الله الرحمن الرحيم في واحد بكام وفي ثلاثه بكام؟ في واحد بكام؟ في ثلاثة الضغط الجوي بكام بقى؟ صفر. واحد كان بيشاور عقله وعايز يقول واحد بار. في ثلاثة بكام يا ابني؟ صفر يلا. في ثلاثة بصفر. في واحد بقى 400 كيلو بس كان اللي عليه. مش كده؟ طيب. زد واحد وزد ثلاثة. إيه رأيك ناخد الريفرنس بتاعنا عند نقطة واحد يبقى زد واحد صفر وزد ثلاثة اللي احنا عاوزينه. صح؟ بي واحد وبي ثلاثة هما دول اللي ايه؟ بي واحد بكام وبي ثلاثة بكام؟ بي ثلاثة بصفر لأن دي نهاية إن احنا بنقول لك نوصل لارتفاع كام؟ طب بي واحد بكام؟ بي واحد في المسألة دي هو في مسألة قايل لي إيه رأيك كده الخرطوم ده تقوله؟ مش قطره كبير بالنسبة للجيت اللي طالع؟ لما يبقى القطر كبير تبقى السرعة قليلة تمام كده؟ السرعة تبقى قليلة وتبقى الفي سكوير على 2 جي كمان قليله خالص. فقال لك اعتبر ان جوه الماسوره دي السرعه وهناخد بي واحد تقريبا بصفر وبي ثلاثه معروف ان هي كده كده بصفر. هنوصل في النهايه بعد التشطيبات دي كلها لمعادله بسيطه بتقول لك ان الارتفاع اللي هيوصل له الجيت ده هيبقى معتمد على الضغط اللي هو جاي بيه من الجروبه اللي هو فيه واحد على الرصاص. صعبه دي؟ نعوض. مين جدع يقول لي كده من غير تعويضات في الفقاقع كده الزد ثلاثه بكام؟ عايز رقم
بقى. بس أسألكم سؤال، ال 400 كيلو باسكال يعني كم باسكال؟ 400,000 يعني كم بار؟ 4 بار، كل 100,000 واحد بار، هو هتبقى 400,000 4 بار، كل بار يعمل لنا كم متر مية؟ 10 متر مية، يبقى 4 بار يعملوا 40 متر مية بالظبط كده. هو ده الحاجة. شكرا. عايز اي فندم؟ سمعت واحد عايز ابونص او حاجة زي كده. طيب. هنعدي بسرعة على الكروميجن، تطبيق كده من التطبيقات على اللي هو الكنترول ايكويشن، هي الفلو ميجرمنت او قياسات السرايات. اقول لكم في دي ساعه دكتور المحاضره بتخلص الا هيك
بطريقه ما هو البريشر هيد زائد زد واحد ناقص بريشر هيد ناقص زد اتنين، يعني بطريقه ما هو فرق الضغط. لو قسنا فرق الضغط وعوضنا في المعادله يطلع لك فلورين. كل ما يزيد فرق الضغط ده معناه ان الفلورين اللي كان ماشي اكبر. علاقه فيها فرضيه ما بين الاثنين، كل ما يزيد فرق الضغط مع علاقه ايه مباشره ما بين الاثنين، وهي دي فكره البيتشوري وتجيب كتير من اجهزه قياس الضغط. الاتش اس اللي في الاخر المطروحه دي ما بحبهاش، ايه رايكم نشيلها؟ ماشي ايه كتير في المعادله دي ازاي هنشيله؟ لازم نحطه قصاده كوفيشنت. الكوفيشنت ده قيمته هاني صوتك بس قيمته ايه؟ لازم اقل من واحد، مش ده كان مطروح؟ يبقى لازم ده يبقى ايه؟ اقل من واحد، اقل من واحد عشان يصغر المقدار. ويبقى المعادله في النهايه الموظف ده السي في اللي هو الكوفيشنت اوف ديسشارج او معامل التصرف او معامل السريان بيعبر عن الاسس البيتروشوري قيمته من 94 ل 198. تمام؟ حد عنده اعتراض لحد دلوقتي؟ طيب انا عندي اعتراض كان بتساله سؤال برضه ما سالتهوش. ايه السؤال ده؟ الاخ ده دوره ايه في المسرحيه؟ يعني كل الفيلم ما بين واحد واثنين، ثلاثة ده بيعمل ايه؟ ثلاثة ده تصنيعه صعب على فكرة، عشان تعمل الدايفرجنج بارت ده لاعب موضوع صعب. فانت ايه اللي يخليك تعمل الدايفرجنج بارت دوت بدل ممكن تعمله شارب ماسورة كده لازق في ماسورة، النوزل لازقة داخلة في ماسورة مستقيمة. حد لاحظ حاجة في الفيديو بتاعك؟ ولا
النهار في الفجر كده لسه ما حدش قبل النوم الضغط عالي، مع الوقت تبدا الضغط يقل كده على نص على نص النهار كده مبقاش في ضغط خالص، خلاص بقى بالليل يرجع الضغط يعلى تاني وهكذا. اكيد بتلاحظوها الميه بتقطع في نص النهار وترجع بالليل، هي اللي بتطلع عظام جوه الدماغ. حاجه كمان بتشوف فيها موضوع الضغط الكبير، ازاي ساعات تبقى نازل عندك كليه قليله من الحنفيه بس انت مش قادر تعرف الكليه القليله نازله من الحنفيه دي سببها ايه؟ هل سببها ان الشبكه نفسها ما فيهاش ضغط، ولا شبكه البيت مواسير البيت فيها سبب؟ تعرف ازاي؟ سرعه الميه هي نازله رشاش ضعيف قوي، بس انت مش قادر تعرف رشاش الضعيف ده سببه ايه؟ سبب ان البيت نفسه فيه سبب، ولا شبكه الميه دلوقتي مش بعد ضغط؟ علي صوتك. ماشي، هتعمل فيها ايه؟ ما انت فاتحها على الاخر ومع كده مش نازل لك ميه. هقول لك على حاجه، لو افترضنا ان في الماسوره، لو في سبب في البيت، لو افترضنا بلاش افترضنا في الاول ان شبكه الميه نفسها ضغطها ضعيف، احنا وقت الظهريه مفيش ميه اصلا جايه، هتلاقي نفسك اما بتفتح الحنفيه من اول ما بتفتح لحد النهايه الميه ضعيفه. لكن لو في سبب في مواسير البيت، اول ما تفتح الحنفيه هتلاقي الميه نازله جامد وبعد كده تضعف، نازله جامد وبعدين تضعف. هتلاقي في البدايه بتبقى مخزنه الميه بضغط الشبكه بضغط عالي، اول ما بتفتح بتبدا بقى تمشي بالمعوقات اللي جوه الشبكه بتاعتك فبتضعف تاني. فالحكايه دي بيبقى معناها ان في سبب في المواسير بتاعتك، ساعتها السباك المفروض ان هو يبدا يشوف المواسير بتاعتك فيها السبب فين، او المواسير اللي هي طالعه لك من العماره السبب فين، ويشوف الحكايه ماشيه ازاي. خلاص شباب، المهم تعالى كده نشوف الراجل الطيب ده هيميز ازاي ما بين الضغط والكميه. الدوامات دي عشان تلف تستهلك طاقه حد، مين اللي بيستهلك طاقته؟ الصناعي
البريدكشن لوس واليوس. تعال نمسك كل واحده ونشوف الحصل ازاي. نبدا بالبريدكشن لوس. البريدكشن سببه ايه يا جدعان؟ بريدكشن مع مين؟ جدار بس كده. بعد جدار ماسوره ما بين طبقات الفلود بعضها صح؟ الاستوس ما بين طبقات الفلود بعضها. البريدكشن ما بين الاثنين دول هو ده اللي عامل البريدكشن لوس. قيمه البريدكشن لوس بتساوي كام؟ اتش لوس ديو تو بريدكشن هيساوي اف ثابت اسمه بريدكشن فاكتور ال اللي هو طول الماسوره كل ما تطول هتدفع اكتر على دي زيان طول الماسوره كل ما هتضيق البريشر هيبقى ايه يزيد صح كده الكهرباء كل ما السلك يبقى اضيق ماشي الامبير من تحت ولا العكس بص بيحصل ايه يزيد صح كده في بي سكوير على 2 جي بي سكوير على 2 جي اللي هم مين سرعه تربيع على 2 جي اللي هي ضغط الحركه يعني لو شلنا الفلوستي وحطيناها فلوريد على باي على 4 في الزيادة فالتربيع هيطلع لنا المعادله دي هي نفس المعادله هي بس شد البص حط الفلوريد على باي على 4 في الزيادة هتطلع المعادله تقول لك 8 من 10 اف ال كيو تربيع على جي دي اس 5 تمام حد عنده اعتراض المعادلتين حاجه واحده ها بس انا فكيت دي فلوريد على ايه حد عنده اعتراض يا جماعه طيب دي كده اللي هي المعادله بتاعتنا واضح من المعادله دي ان حضرتك كل ما بيزيد الطول كل ما بيزيد اللوسز كل ما بيصغر الدايمتر يخرج الترو بيزود اللوسز صح كده وفاضل بس اللي هي طبعا الفلوريد كل ما بيزيد الفلوريد كل ما بتعدي كميه اكبر ده معناها ان الفلوريد اللوسز هتبقى برضه ايه اعلى زي الامبير كل ما عدى امبير اعلى كل ما اللوسز هتبقى اعلى واخيرا بس الفريكشن فاكتور الثابت بتاعنا الثابت ده هيعتمد على نوع السريان هل هو لامينر ولا تيربلنت كل واحد له معادله مختلفه ماشي نروح بقى لسؤال يطرح نفسه سؤال عندك في البيت الدور الرابع ماسوره الميه اللي اتعرض من الشبكه لقيت ان هي مش بتدي كميه كفايه فجاء الاخ السباك رضي الله عنه بيقترح عليه ان احنا نضيق الماسوره فلما هتضيق الماسوره صح كده؟ هتدي لك تنزل لك بقى ايه كميه افضل ما رايك في ذلك يا اخي الكريم؟ طب ده قال ايه؟ كميه هي كميه واحده كمية واحدة أيوة كمية هيحصل لها كمية ثابتة ثابتة أيوة كمية ثابتة يعني الماسورة الضيقة زي الماسورة التخينة يعني يا واخد يا واخد التجربة يعني ماسورة المية العمود بتاعت العمارة هي نفسها ماسورة المية بتاعت الشقق لا دي بتبقى واحد ونص بوصة تبقى نص بوصة ايه اللي ثابت الكمية يا كمية هتقل تاني هو بيقترح عليك تضيق الماسوره فريكشن الضغط ثابت الضغط ثابت مفيش حاجه هتفضل ثابته يا ابني ما انت عندك ولا الاول بس الاول الحبس بتاعك الحبس بتاعك لما بتخرج الماسوره الكميه نازله منها هتبقى اكبر ولا اقل؟ والله هو فعلا الكميه تبقى اقل بس عشان اللي عنده انا عارف في واحد هنا او هنا اكيد في قلب شكل فاحنا هنفرجه على الفيديو ده مرة بالماسورة الرفيعة النحاس دي خلاص كده
طبعا نفس المصدر هو هو مصدر الشبكه بتاع يعني العمود بتاع الشبكه هو هو تقريبا. المهم ان هو ساعتنا دوت صاحبنا دوت هيبقى مرتين ويشوف هيحصل ايه ويقعد نص ساعه كل مره مش سامع بلا اول مره ومره ثاني مره. بص اول مره لما كان الميه الماسوره التخينه فاضل بس الفريكشن فاكتور نعرفه قيمه الفريكشن فاكتور لو كان الفلو لامينار هتبقى
بتبقى بتساوي 64 على الرينوس نمبر. الرينوس نمبر هو بيساوي كام يا شطار؟ رو بي دي على ميو، صح؟ رو بي دي على ميو. ده لو كان لابلر. لو كان تيربلر بقى الموضوع بيبقى يعني ملوش في ميديكال بروف، انما بيتجاب من ال من الشارت جاي من اكسبيرمنت او امبيريكال ايكويشن ايا كان. فهي الشارت دي المره دي بيقول لك بقى شباب ان قيمه البريشر اكتر هيعتمد على الرينوس نمبر زي المره اللي فاتت، لكن المره دي كمان هيعتمد على الرافنس او قشوره الماسوره. يعني حاله اللاملر ما كانش بيعتمد على قشوره الماسوره، لكن حاله التيربلر بيعتمد على ايه؟ قشوره الماسوره. بيلخص لك بقى البريكال ايكويشن دي بتشارت اسمها المودي شارت. مودي شارت بتبقى عباره عن شارت بتربط الرينوس نمبر مع الفريكشن فاكتور من خلال الرافنس. الرافنس يعني ايه؟ قشوره الماسوره، صح؟ يا الله اللي ماسكه الموبايل، حسبي الله يسكت. قشوره الماسوره، قشوره الماسوره يعني ايه؟ لو بصيت الماسوره تحت سطح الماسوره مع تحت الميكروسكوب هيبقى عامل ازاي؟ مرتفعات، منخفضات، ما بيبقاش مستوي، بيبقى متعرج. فهو بيقيس الافريج بتاع المرتفعات دي، وهو ده بيقسمه الرافنس. يبقى دي حاجه بالمليمتر، بيقسمها على الدايمتر بالمليمتر. دي حاجه اسمها ريلاتيف رافنس. الريلاتيف رافنس دي لكل ماتيريال يعني الفينشنج بتاعها بيدي ريلاتيف رافنس معينه. فالمهم ان حضرتك تاخد الريلوس نمبر بتاعك اللي ماشي بالفلو، تخبط الرافنس بتاع الماسوره، يطلع لك الفريكشن فاكتور الفلو اللي ماشي معاك. صعب ولا ايه يا شباب؟ دين مفيش ايه؟ اللي هو الرفض. يلا قلت لك دي بتاعت اللاملر. حد اللاملر فلو الفلوس الفريكشن فاكتور مش بيعتمد على الرفض، لانه بيعتمد على الفريكشن الكتير قوي من اللامنه بتاعت الفلو. لكن في حاله التيربلنس ما بيبقاش فيه الكلام ده، بيبقى الفلو تقريبا عامل فيكسنج وكله تقريبا ماشي بسرعه واحده، فبيعتمد بس على الفريكشن اللي في الاخر. ببساطه يعني. خلاص؟ فدي كده اللي هي الفكره. حد التيربلنس بيعتمد على الاثنين دول وهو جاي من الجراف. النوع الثاني بقى من البروسيس، خلاص خدنا البريتشر. النوع الثاني من البروسيس اللي هو مين؟ الايدي لوس. الايدي لوس دي اللي هي مين يا اولاد؟ اواخر الدوامين. لو معاك دورنا جهاز من اجهزه قياس الصليان زي الاورفيس، الاورفيس دي عباره عن ديسك وفي خرم. برضه بيعمل تغيير في المساحه، فتغيير المساحه يعمل تغيير في الضغط. لا في اسفاد الضغط في جسمك يديك الفلورين. ايه القصد؟ ان هو الاورفيس بقى ما فيهاش الميزه بتاعت الجراديوال دايفرجنس بتاعت الجنشور. فبيحصل فيها ايه؟ ايه ديت؟ دوامات. الدوامات او الايدز دي بتستهلك الانرجي بتاعت الفلو. بتستهلك الانرجي بتاعت الفلو وبتستهلك البريشر بتاعتك. فبتعتبر شكل من اشكال الانرجي نص او البريشر. الدوامات دي او اللي بتحصل فين؟ قلنا لك بتحصل في بعض الفيتنج اللي بتتركب على الماسوره. يعني ايه فيتنج بتتركب على الماسوره؟ زي ما قلت لك البنشوري والاورفيس. زي ايه كمان؟ زي المحابس. اي محبس الفلو اللي ماشي فيه ما بيبقاش ماشي دغري، بيبقى ماشي بمسارات متعرجه. المسارات المتعرجه دي ده معناها ان هيتكون كافيتيز فيها دوامات. زي ايه كمان؟ زي الكعان. السباك الشاطر يعمل اقل عدد من الكعان في المسارات، يعملها دغري على قد ما يعرف يقدر. السباك الفاشل يبدا بقى عايز يوصل ما بين النقطتين دول، يعمل لك كوع 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 كوع. في الاخر تلاقي الميه نازله بضغط قليل. السبب بكده ايه؟ السبب كده ان الكعان الكتيره قوي دي ايدز كتيره استهلكت الانرجي بتاعتها. خلاص شباب؟ فدي كده اللي هي اسباب الايديوسز. زي ما قلت لك الايدز دي زي ما قلنا بتستهلك الانرجي بتاعت الفلو، بتوديها بصوره احتكاك مع الجدار او مع السريان نفسه او مع الاسبوست. يعني الاحتكاك ده كله هيروح في الاخر بصوره ايه؟ حراره. حراره بيسخن الماسوره. بيسخن الماسوره. طب انا لو حطيت ايدي على الماسوره هحسها؟ لا مش هتحسها، لان السريان المستمر ده بيسحب الحراره، ما بتحسش بيه. لكن تقدر تحسها فين؟ مش عارف حد يعني قرب قبل كده من معدات هيدروليك او حاجه زي كده. معدات الهيدروليك ما بيبقاش فيها زيت، الزيت ده بيبقى تقيل، فالاحتكاك فيه بيطلع حراره عاليه. لو حطيت ايدك على الخراطيم تلاقيها سخنه. السخونيه دي من ايه؟ السخونيه دي من الموسس، الفريكشن الكتير اللي بيحصل. الفريكشن ده بيسخن المواسير فبيطلع لك او الخراطيم، بتحس ان الخراطيم سخنه. يعني حبيتها عنك.
الانفكشن بص ديو تو كيز بيساوي كام؟ فاكرين المره اللي فاتت اتش بوست فريكشن كان بيساوي ايه؟ اف ال على دي سكور على دي جي صح كده؟ فكان في الاخر في دي سكور على دي جي دي كانت انرجي. هنا برضه نفس الشيء عباره عن ايه ثابت دي سكور على دي جي. قيمه الثابت ده هتعتمد عليها شطار شطار روبر شكل صح. لو انت عندك بلف او بلف او صمام معقد حنفيه معقده هيعمل تعريق كتيره هيعمل مصص كتير. لو انت عندك المحبس بسيط ومثلا عباره عن زي محبس البوابه كده او السكينه يبقى عباره عن ديسك يطلع بره الماسوره خالص ما تحسش بيه يبقى مصص قليل. لو انت عندك الكوع عامل جرادوال تشينج في الدايركشن للبروستي هيبقى مصص قليل. لو الكوع 90 درجه هيعمل دوامات كتيره ومصص عالي. كل ما تسايس الفلو كل ما احتمال تكون الدوامات يبقى اقل وبالتالي الوصص هتبقى اقل. خلاص شباب ده اكزامبلز على الفلو. لو عندك ماسوره ودخلت على ماسوره اوسع قيمه الكي بتساوي 1 بس كده. قيمه الكي بتساوي 1 لو ماسوره ضيقه دخلت على ماسوره اوسع اوسع منها. لو العكس لو ماسوره كبيره دخلت على ماسوره قصيره صغيره قطرها اصغر هيبقى الكي بيساوي نص. يبقى الانرجي لوس او الهيد لوس او البريشر اللي انت هتخسره في الكوع دوت هيبقى عباره عن النص او الواحد مضروب بي سكوير على دي جي. تحطهم في معادله برنولي يديلك الانرجي اللي انت هتخسرها. تمام؟ وعندك مجموعه بقى الاشكال بقى المختلفه. الشاهد في الامر دوت ان كل ما يبقى التشينج جراديوال تشينج زي مثلا اللي هو الناعم دوت بمركز صغيره 3 من 10 و9 من 10. لو التشينج شارب بالمنظر ده هتبقى قيمته كبيره 1.1 من 10. الارقام دي مش حفظ طبعا دي مجرد استرشاد. الارقامين الوحيدين اللي هتحفظهم هو لو ماسوره دخلت على ماسوره اكبر او ماسوره دخلت على ماسوره اصغر دي هتحفظها عشان بس احطها في الامتحان. خلاص؟ طيب ناخد مثال على الهري الكتير ده. بيقول لك ايه؟ عندي خزانين ما بينهم ماسوره ماشيه بالشكل ده عليها محبس تمام. وبيقول لك عايز يعرف اعلى الفرق ليفل كام ما بين الخزانين عشان يبقى الفلو ماشي 6 لتر في الثانيه من خزان ده لخزان ده. السرعه تبدا يعني بسبب السرعه ماشي. احنا بص عشان بندور الوش نفسنا هنطبق الكونتينيوتي وبعدين بنقول على فزي ما انت قلت كده حضرتك بس بص الاول بس عايزكم تتاملوها وتبصوا كده قدامكم والليفل اللي هنا ده 4 لتر يعني الليفل ده زي 4 لتر وعايز الفرق ليفل على اي حاجه. المهم ان هو عايز ايه لو بصيت كده للمساله تلاقي المسافه دي 80 متر والعرض ده 9 متر فطول الماسوره على بعضها كام؟ معنى بالنسبه لنا لان يعمل فواقد صح؟ وجوده كده بدون سبب في اي فايتنج سيستم معناها المهندس اللي صمم دي غشيم. ماشي. خلاص يا شباب؟ وتعالى نبدا مع بعض يلا يا هادي يا رب. اول حاجه كنت ايكويشن بتقول لك ايه؟ واحنا عندنا هنا كام قطر في المساله؟ واحد. ماسوره واحده يساوي الاريا بالبص يساوي الاريا بالبص. طب الخزانات مش فيها فلو فيها سرعه فيها كلام من ده؟ لا كبر بقى. الخزانات القطر كبير قوي صغير قوي بحيث ان احنا نقدر نقول ان الخزان السرعه فيه صفر ماشي ما تشغلش بالك بيه. يبقى احنا عندنا ماسوره واحده الحمد لله اريا بالبص ماشي نكمل. الكيوب كام؟ ستة ايه؟ لتر في الثانية. لتر في الثانية يعني هنحولها ازاي؟ اسمها على الألف متر مكعب في الثانية كل شغلانة لسه واحد هيساوي اريا 4 على 4 ده بتاع الماسورة سكوير صح؟ الجزء اللي أنا مش عارفها من اللعبة دي تقدر تطلع
مش قسم واحد اثنين اللي احنا فاكرينها بقى الايه فريكشن والانس صح كده. ادي التمرين اهو تعال خدهم بالسياسه واحده واحده. في واحد على جامعه وفي اثنين على جامعه. هي دي نقطه واحد ونقطه اثنين اصلا. فين بالظبط الخزان؟ بس خدها فوق مش انت عايز فرق الليفل ده من فوق وفي فوق خدها فوق ماشي. عايزك تاخدها دلوقتي معايا واحنا بنحل المثال فوق وبعد كده في البيت لما تروح ان شاء الله خد المساله هي هنا وافترض ان نقطه واحد كانت هنا ونقطه اثنين كانت هنا. يا ترى هبدا هيغير في الحل ومش هيغير في الحل؟ خلاص اسهلها لك. المهم في واحد بكام وفي اثنين بكام؟ ايوه البي ايوه بزيرو مش ده مفتوح على الضغط الجوي صح؟ لكن لما تاخدها هنا مفتوحه؟ لا شوف كده مش هتبقى مفتوحه هتبقى قيمتها كام؟ هتغير في الحل ولا لا زي ما قلت لك في البي. المهم احنا خدنا واحده جميله حصلنا حلو المره دي في واحد فوق بكام؟ ب 2 الله مفيش فرق ضغط امال الفلو ماشي ازاي؟ بتاع صح؟ فرق بتاع بين الخزانين مش الضغط كل حاجه بيمشيها هو الضغط ممكن يبقى فرق بتاع بين نقطه وثانيه وهو ماشي فلو حلو قوي. زد واحد بكام وزد اثنين بكام؟ زد اسال مين يا ابني ده هو ده مخصوص المساله. زد واحد ما اعرفوش وزد اثنين اربعه خلاص كده؟ يلا دي حاجه تاني حاجه. في واحد بكام وفي اثنين بكام؟ بي يا هو السرعه بكام هنا وهنا؟ صفار مش كده؟ وفي واحد وفي اثنين بصفار يا هو فهم يساوي ايه بي ماشي ها اللي بعده
المشكلة قبل نروح لوراه؟ ماشي. 26 متر سنة على 10. الإنجلوس عندك كام دوامة في السيستم ده؟ سيب الموبايل يا أربعة. 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 طب سألتولي إيه؟ الكوعين؟ والمحبس. كده ثلاثة مش أربعة. ثلاثة بس. جاي من خسان لمصورة. ومن مصورة لخسان. صح؟ يبقى ده واسع، واسع لضيق وضيق واسع. يبقى كده كام؟ خمسة. ما تنساش الخزانات، ها؟ ما تنساش الخزانات. تعال نعوض فيها. واسع لضيق. قوة. قوة. محبس. ضيق واسع. عوض. الجي سكوير على 2 جي واحدة مش مشكلة. الكهاب الكيف بتاع الواسع الضيق نص. الكوع كان جبن بقى عندك بكام؟ 8 من 10 باين صح؟ المحبس كان 2 من 10 واخر حاجة ضيق الواسع واحد. جدع خلاص كده هما السبعة بتوع حضرتك كان بديهم لي على حظ حلو في المسألة كده المسألة تمام زي الفل. هتعوض هيطلع لك الاتش نص انز بتساوي واحد متر. واحد متر يعني الاولاني كان كام؟ 27 وده واحد. الفريكشن قيمته بالنسبه للايديز كبيره قوي. عشان كده جرى العرف يسمي الفريكشن لوس يسميه الميجور لوس او البرايمري لوس. ويسمي الايدي لوس يسميه السكندري لوس او الماينور لوس. ايا كان احنا بنسميه باسمه عشان ما نزعلش حد منا. هتعوض التعويضات اللي هنا تطلع لك واحد يساوي 27 متر. يبقى لازم الخزان الاول يبقى اعلى من الثاني ب 27 متر و8 من 10 عشان يدفع الجروب بين الخزانين 6 متر في الثانية. ودي كانت اخر حاجه في محاضرتنا. اتكلمنا في ايه عن الهيزنس الجرو عن الدبل سيكويشن والنيوتروني عن الكويزرمنت اللي بنشوفه فقط واتكلمنا عن الجروب الفايكس والبوسس الفايكري والسكندري. كده يبقى خلصنا الدكتور ان شاء الله المحاضره الجايه محاضره عن الكوبس. ارجو انكم تحضروها. ايوه الناس اللي بتتفرج على التسجيل في البيت ارجو انكم تحضروها.